السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: عليكم بالهريسة، اللي هي موجودة بموائدنا في شهر رمضان المبارك إن شاء الله، عليكم بالهريسة فإنها تنشط للعبادة 40 يوماً، تنطيك نشاط أنه تقوم تتعبد 40 يوم، وهي المائدة التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هناك حديث عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن نبيا من الأنبياء شكى إلى الله الضعف. أحد الأنبياء اشتكى إلى رب العالمين أنه أنا ضعيف وتعبان، وأيضا اشتكى قلة الجماع، فأمره الله بأكل الهريسة. أيضا هناك حديث عن أبي عبد الله عليه السلام يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكى إلى ربه وجع الظهر، فأمره بأكل الحب مع اللحم. شنو الحب مع اللحم؟ يعني بذلك الهريسة. الهريسة طعام عادة ما يصنع في أيام محرم وصفر، وله العديد من الفوائد، منها تعالج الأنيميا، تعزز عملية الهضم، تعالج الإمساك، تعالج القرحة المعوية، تحمي من سرطان الكولون والمعدة، تنظم مستوى السكري في الدم، تحافظ على صحة القلب، تحافظ على الأوعية الدموية، تخفض نسبة الكوليسترول في الدم، تعزز الذاكرة والتركيز، تعطي طاقة عالية وتقوي الجسم، مفيدة جدا لبناء العضلات. وعن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبرائيل عليه السلام فأمرني بأكل الهريسة ليشتد ظهري وأقوى بها على عبادة ربي. نسأل الله لكم الصحة والسلامة والعافية، وإن شاء الله صوم مقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.